عطور بتحاكي ريحة البحر بسعر وأداء ممتازين. ارما اوف مايل ستون هو البديل الاوفر لكريد ميليسيم امبيريال، عطر بحري مالح مع نوتات فروتي اقرب ما تكون لريحه الشمام، عطر مناسب جدا للجنسين باداء جيد جدا وفوحان ناعم، وسعر ما بيتجاوز ال 40 دولار. ماسيمو دوتي ايلاند اكورد عباره عن ريحه بحريه مالحه من الطحالب البحريه والخيار والحمضيات، عطر منعش جميل جدا وشبابي مناسب لاوقات الصيف باداء متوسط، سعر تقريبا بحدود ال 70 دولار. مرسيدس بنز ذا موف ريحة أكواتيك مائية مع ريحة بحرية مالحة مع نوتات نوعا ما فروتي فيها شوية سويتنس، العطر يذكرني بإنفكتس أكوا ولكن فيه تاتش مالح أكتر شوي، جميل جدا ومناسب لأغلب الأوقات والمناسبات بسعر بحدود ال 50 دولار بأداء جيد جدا. لايت بلو انتنس طبعا العطر غني عن التعريف، عطر حمضيات مع نوتات بحرية مالحة منعشة، عطر جميل جدا وسموكي نوعا ما وسعر ما بيتجاوز ال 100 دولار بأداء جيد جدا إلى ممتاز. من باب التغيير كمان حبيت اضيف بادي سبلاش اسمه ات ذا بيتش من باث اند بودي وركس، هو اكثر واحد بحبه من باث اند بودي باي ذا واي، ريحه جوز هند مع ريحه اكواتيك مالحه نوعا ما، اسم على مسمى، هو بذكرني اصلا بريحه التانينج لوشن، سعره 45 ريال لهذا الحجم ولكن ما تشتروا بهذا السعر، استنوا لما يعملوا ديسكاونت بتوصل لتقريبا 70% بتاخذوه بسعر كتير منيح.